السلام عليكم يا ناس. احنا اليوم رانا مع السيد بدر سالمي، هو رئيس المكتب الولائي للشباب اللي تابع لحزب تجمع امل تاج. واش قلنا هذا في هذه المناسبه تاع اليوم الوطني الشهيد، واش من كلمه اللي تقدمها للشباب في اطار هذا الاحتفال تاع اليوم الشهيد ان شاء الله؟ السلام عليكم. بمناسبة يوم الوطني للشهيد 28 فبراير، نشكر التجمع الوطني في بلدي تجمع أمل الجزائر بالبناية على هذه المبادرة، والحمد لله من البارح وحنا فرحانين، من البارح وحنا النشاط اللي كان هناك زيارة لمقبرة الشهداء، كان فيه معرض لصور الشهداء، كان فيه زيارة ميدانية بعض المجاهدين. هذه النشاط اللي قام بها حزب تجمع امل تاج النهائي تاع التوروا تاع كرة القدم اليوم بين فريق شباب تاج وفريق الحي هذا، وحنا فرحانين بزاف، وهذا الشيء يشجع الناضلين، يشجع الشباب، وهذا الشيء هذا دائما طبقا لتوصيات رئيس الحزب سي عمار مرغول بالخروج الى الميدان، بالعمل في الميدان، بالعمل الجواري، بالتحسيس، لان الان هذا الان الحزب تاعنا راه في مرحله بناء، مرحله هيكله، والحمد لله هناك اقبال للشباب، هناك اقبال للمناضلين من جميع الفئات وبأعمار مختلفه، والحمد لله. ونشكر كثير 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 السيد شموري عباس اللي قام بهذه المبادره، وحنا رحنا معاه الى الامام. واش هي التوصيات اللي تقدمها لهذا الشباب وهما راهم ينشطوا في الميدان؟ ماذا بك من كلمه تقولها لهذا الشباب؟ حاجه نقول لهذا الشباب، لازم ياخذوا المشعل، لازم يتقدموا، لازم يكون عندهم الشجاعه باش يروحوا للميدان. الشباب هذا ما يبقاش مخفي، لازم يبان، لازم يخدم، لازم يكون كاين شجاعه. اذا كان الشهداء المجاهدين كانوا ضحاوا بالدم تاعهم في سبيل هذا الوطن، فعلينا الان احنا باش ناخذوا المشعل ونخدموا البلاد، ما نبقاوش مدركين وخايفين. الان لازم الشباب يتقدم الى العمل الى الامام. يعني نقول للشباب ما تبقاوش خايفين من السياسه ومن الاحزاب السياسيه. هذا الحزب تجمع امل الجزائر راه يعاونكم وراه يحل لكم البيبان ويقول لكم تفضلوا، ما فيها ني اقصاء ني تهميش. الشباب هما مفتاح العمل، هما ان شاء الله اللي رايحين يسيروا هذه البلاد في المراحل المقبله ان شاء الله. واش من كلمه الاخيره اللي تقولها للناس حنايا؟ الكلمه الاخيره نقول لهم يوضعوا الثقه في الحزب تاعنا، يوضعوا الثقه في هذا الشباب، لان بهذا الشباب ان شاء الله الجزائر ستروح الى رحب الدول المتقدمه ان شاء الله. شكرا.